زي ما وعدتكم ان احنا هنعمل فيديوهات للرسم للاطفال الصغيرين. هنبدا باول فيديو معانا النهارده ازاي نرسم الورد بطريقه سهله وبسيطه، وكمان ازاي نلون صح وايه اللي لازم نراعيه. استنوني، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وارجع لكم تاني بكل التفاصيل. حبايبي الحلوين الصغننين اللي زعلوا المره اللي فاتت ان هما ما قدروش يشتركوا في كورس البورتري، هعمل لكم رسومات كده بسيطه تقدروا تنفذوها. اول حاجه معانا هنبتدي نتعلم ازاي نرسم الورد باكتر من طريقه جميله وبسيطه. امشوا معايا خطوه خطوه وان شاء الله هتلاقوها سهله جدا جدا جدا. اول حاجه هنعمل بقى طبعا بقلم رصاص، هنحتاج قلم رصاص والسيكه. هنعمل خطوطنا الاول بالقلم الرصاص، وبعد كده هنمسح اللي احنا مش عايزينه وهنسيب اللي احنا عايزينه، نبقى ننتقل عليه بعد كده ونبدا نلون. اول طريقه للرسم ممكن نرسم دايرة، وبعد كده نبدأ نعمل لها فروع. عدد الفروع بقى اللي انتوا عايزينه، وبعد كده هننزل لها اللود بتاعها. وما نعملش ابدا ابدا الورقه بتاعت الورده لازقه في الساق بتاعها ده او في الفرع بتاعها، لا نبعد شويه وبعد كده نبدا نعمل الورقه بتاعتها. دي الطريقه الصح. اهو نعمل الناحيه التانية، اهو نعمل الخط بتاعها كده وبعدين نطلع الورقه بتاعتها. طيب نعمل شكل تاني، عارفين الزجزاج؟ وهنعمل زي الشخابيط كده 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 كده. بصوا عامله ازاي، بسيطه خالص. وهنبدا ننزل لها من هنا خط كده عامل زي الكوبايه، نطلع بيه الناحيه التانية زي حرف اليو او الكوبايه. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنبدا نعمل لها ورق من هنا حواليها كده، اهو اهو. سهلة ازاي. وبعد كده هننزل لها بقى الفرع بتاعها كده، والورق بتاعها بيبقى طويل شوية. تمام. طيب ناخد نوع تاني من انواع الورد برضو، هنعمل عارفين الحلزونة، هنعمل شكل كده حلزوني ونبدأ نعمل زي رقم 4 او رقم 3 بالانجلش. حواليها بقى كلها، ونبدأ نعمل كمان واحدة، كل ما بنفتح كده بنكبرها ونعمل لها، ممكن نعمل لها كده او ممكن برضو نعمل لها العود بتاعها والورق بتاعها. دي زي الوردة البلدي المفتوحة شوية. في طريقة تانية لرسم الوردة البلدي برضو، هنعمل اللي هو الحلزون ده وبعدين هننزل له حتة كده خلاص. وبعد كده هنبدأ نعمل برضو نفس الرقم بتاعنا ده اهو حواليها من فوق، واحدة كبيرة من هنا. بصوا عملت ازاي، نفس الوردة بس بطريقة تانية سهلة خالص خالص خالص، تقدروا تعملوها بمنتهى البساطة. طيب كمان شكل، دي مثلا ممكن نعمل سيركل او دايرة بتاعتنا، ونبدأ نعمل فروع الوردة بس طويلة كده شوية. هنعمل من هنا ومن هنا من الاربع جهات كده، وبعد كده نبدأ نعمل ما بين كل اتنين، هنعمل اتنين تانيين. شوف بقى شكلها جميل ازاي. دي برضو ممكن ننزل لها الفرع بتاعها كده، نعمل لها الورق. كمان شكل، نقول مثلا نعمل
نعمل الشكل ده كده، وبعدين نعمل من هنا كده، من هنا كده مرة كمان اهو كده، ومن الناحية التانية، ومن فوق بقى هنعمل حرف زي W كده مقلوب، ومن هنا ومن هنا. بقت وردة جميلة جدا معانا اهي، والورق بتاعها ممكن نعمل له شكل مختلف شوية. ده شكل تاني للوردة. طيب انا بقى من برضو الورد اللي انا بحبه قوي، الورد التوليب، بحب شكله قوي، ممكن اوريكم ممكن نعمله ازاي بشكل بسيط. عارفين شكل البيضة؟ هنعمل بيضة كده، وهنعمل جزء من هنا، وهنقسم البيضة دي اتنين كده، نطلع لها فرق تاني من هنا، ونكبر بقى الحتة اللي جوه دي شوية. هي بقت وردة تيوليب جميلة جدا، وادي الفروع بتاعتها، راح ورقها بيبقى طويل. نعمل كمان شكل، نعمل بيضاوي كده، ونبدأ نعمل له الورق بتاعه اهو كده كده. شكل بسيط خالص اهو. ايه رأيكم؟ سهلة جدا جدا جدا. طيب ممكن نعمل بقى شكل كمان، ممكن نعمل دايرة بس كبيرة شوية. نبدأ نعمل لها ورق شجر صغنون حواليها كلها كلها كلها. ده شكل كمان من اشكال الورد. هنعمل ازاي؟ نتعلم دايما ان احنا لما نيجي نلون بنلون كله في نفس الاتجاه، ما ينفعش نشخبط نقعد نلون كده 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 كده، ما ينفعش ان احنا نعمل شوية كده وشوية كده وشوية كده هوت، لا لازم كله بنلون كله بنفس الاتجاه. عملنا من فوق لتحت يبقى من فوق لتحت، عملنا من الشمال لليمين هنعمل من الشمال لليمين، عملنا من اليمين للشمال بنفس الاتجاه بتاعنا. طيب هنلون بقى هنا ازاي؟ اهو مثلا نبدأ نتقل ايدينا من جوه، نسيب الحتة اللي في النص كده خفيفة شوية، نعمل واحدة كمان، وممكن تدخلوا كذا لون مع بعض. لو حابين الاول ان احنا نحددها بالوان فلوماستر او بقلم حبر نحددها، نعمل بالحبر او بقلم فلوماستر ونمسح الرصاص اللي احنا مش عايزينه. تكون سهلة خالص خالص. ويجي الفرع بتاعها ما بيبقاش عامل زي الخيط كده، لا بيبقى خطين رفيعين جنب بعض. بيجي الورقة بيجي الناحية التانية. نعمل كل الرسومات ونبدأ نلون سوا عشان نمسح كله مرة واحدة. نبتدي بقى نلون مع بعض ونشوف ازاي ممكن نلونها بطريقة بسيطة وسهلة خالص، ويبقى شكلها برضو حلو في الاخر. هنعمل ايه؟ قلنا بنلون نحاول ان احنا
نعمل تدريجة لون، ممكن ندخل اللون ده مع مثلا أورانج. نعمل في النص أورانج ونبدأ ندخل عليه الأصفر، بالراحة خالص زي ما قلنا في نفس الاتجاه. بصوا بقى شكل الورقة عامل ازاي، ممكن اقرب لكم سنة كمان، شايفين؟ اهم حاجة ان احنا منستعجلش واحنا بنلون، لان احنا ممكن نرسم رسمة حلوة قوي واحنا بنلون نبوظها. انا ابني الصغير بيعمل كده، يبقى رسم رسمه حلوه قوي 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 وخطوطه جميله وكل حاجه، ويجي بقى في التلوين يروح مستعجل فنبوظ كل حاجه. انا هوريكم في كل ورده جزء كده، وبعدين انا هبقى اكملها انا واوريها لكم في الاخر عشان ما اطولش عليكم. دي هنكمل كل الورق بتاعها بنفس الطريقه. طيب دلوقتي عايزين نعمل الورقه، عندنا مثلا انا عندي دول درجات الاخضر اللي عندي، اللي مش عنده كل عنده لون واحد بس اخضر حتى هينفع، ما فيش اي مشكلة. كل ما بنتقل بندوس جامد بيعمل لون تقيل، كل ما بنخفف ايدينا بيعمل لون خفيف شوية. ممكن كمان ندخل اصفر مع اخضر في الورقة، ما فيش اي مشكلة. مش لازم يبقى عندكم نفس علبة الالوان او عندكم الوان كتير، لا اي لون هينفع معاكم قوي. انا هعمل كده التقيل من بره واجيب اللون الخفيف واشتغل بيه كده، وممكن اوريكم ما ندخل الاصفر كمان في النص هيبقى شكله حلو قوي. شايفين بقى عملت ازاي الورقة؟ هنكمل بقى نعمل مثلا الوردة التانية لون تاني. مش كان في مشكلة في الفيديو، انا لونت جزء كده وانتوا مش معايا، هنكمل بقى تلوين كله بنفس الطريقة. يعني احنا بنتقل في اماكن ونخفف في اماكن، ممكن تتقلوا على الحروف وتفتحوا في النص زي ما احنا ماشيين كده. وهنكمل بقى كله بنفس الطريقة، وبرضو عشان ما نطولش هلونها وارجع لكم تاني. Thank you.
كده خلصت تلوين، يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون سهل بالنسبه لكم. ولو عجبكم الفيديو ده قولولي وانا اعمل لكم برده اشكال تانية من الورود سهله خالص وبسيطه، اتمنى ترسموها وتبعتولي واشوف معاكم. شكرا، وما تنسوش لايك وسبسكرايب للفيديو، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير.